ايه العلاقة بين الجيتار والبيانو؟ انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم، الدرس ده هيبقى للناس اللي لسه بادئه جيتار لسه جديد. ليه بقى؟ لان هما لازم يفهموا بالظبط العلاقة ما بين النوت الموسيقية والآلات الموسيقية والآلة اللي في ايدهم دي. احنا عندنا الجيتار مثلا، الآلة بتاعتنا اللي احنا بنعزفها واللي احنا بناخد عليها الدروس ديت. لو شفت الفريد بورد بتاعتك او لوحة المفاتيح او لوحة، اسف، لوحة الدساتين. الدساتين ديت عبارة عن نوت بالظبط موسيقية. ممكن النوت دي تتشابه على وترين مختلفين، يعني ممكن الوتر الاولاني النوتة الفاضية اللي هو الوتر الفاضي تتشابه مع النوتة بتاعت الفريت النمرة 5 على الوتر الثاني. حتى احنا بنظبط الجيتار كده بنعرف الاوتار المتشابهة في النوت ونظبط الاوتار كلها على بعضها. طيب انا عندي الجيتار ده دلوقتي الفريتس بتاعته ديت بتمثل النوت الموسيقية. طب انا مثلا هل زي ما احنا قلنا كده النوت بتاعتي كلها بتمشي ورا بعضها؟ لا، هي مش بتمشي ورا بعضها، لان كل واحد منهم من الاوتار دي ليه دوزان بيختلف مسافته ما بين مثلا الاربع اوتار اللي فوق وبعدين الوتر الرابع والخامس تحت وبعدين الخامس والسادس تحت. يعني دي مثلا صول على الوتر الاول، نفس الصول على الوتر الثاني هتبقى في مكان تاني خالص، يعني شوف المسافه بينهم قد ايه. ودي معموله الغرض ان انا اقدر اعمل نوت مختلف على كل وتر، بحيث ان انا ممكن معاهم كلهم مع بعض يعملوا حاجه تآلف مثلا لو انا عايز اعمل تآلف. فظبطه الجيتار بتاعتي جت ان كل وتر منهم بيتظبط على نوته معينه على البيانو. البيانو، انا قلت بيانو؟ اه بيانو. طب احنا هنتكلم بقى عن البيانو، نسيب الجيتار شويه. البيانو لما بنيجي نعزفه انت عندك هنا مفاتيح للبيانو. المفاتيح دي كل مفتاح والتاني بيمثل لي عنصر من عناصر السلم الموسيقي اللي انا بلعبه. يعني المسافه ما بين المفتاح والتاني قد تكون تون كامل زي الدو والري، وممكن يكون عندي نص تون زي الدو والدو دييز او السي والسي شارب. فانا عندي البيانو ممكن السلم بتاع اللي انا هعزفه على البيانو يبقى كروماتيك. يعني ايه كروماتيك؟ السلم الكروماتيك اللي هو بعدي فيه على كل النوت الممكنه في السلم، ما بسيبش خانه خالص على السلم، زي كده مثلا. وارجع تاني على الدو، ده سلم دو كروماتيك، انا لعبت بالظبط كل نوته على المفاتيح دي، معناه ان انا عديت على المفاتيح السوداء والمفاتيح البيضاء، معناه ان انا عديت على المسافات كلها بنص تون، كل المسافات بتاعت عناصر السلم الكبير دوت نص تون كلها. طب لما اجي اعزف دوت على الجيتار يطلع ازاي؟ فاضي 1 2 3 4، فاضي 1 2 3 4، فاضي 1 2 3 4، فاضي. دي كل النوت بالظبط اللي انا عزفتها هنا على كل المفاتيح البيضة والسودة على البيانو. طيب العلاقة ما بين الجيتار نفسه كآلة في مفاتيح البيانو كتيرة قوي دي فين؟ فين مكان الجيتار؟ الجيتار بيسموه آلة من آلات السوبرانو، اللي هي الصوت بتاعها حاد، الصوت بتاعها حاد، فبنكتب كل النوت بتاعتها من مفتاح صول. مفتاح صول اللي هو الخط التاني في المفتاح بيبقى صول. طيب الصول انهي واحدة فيهم اللي هي بتاعت الخط التاني ديت؟ هنشوف دلوقتي. الدو اللي في نص البيانو دي بيسموها دو الوسطى، دي بالظبط وانت قاعد بتعزف بيانو المفروض تبقى في السنتر بتاع جسمك، دي بيسموها دو الوسطى. طب وهي ما بيسموها دو الوسطى ليه؟ لان البيانو بيقرا مفتاحين، بيقرا مفتاح صول ومفتاح فا تحت، فهي النوتة اللي في النص بين المفتاحين، يعني لو قريت بعدها تقرا على مفتاح صول ولو قريت قبلها تقرا على مفتاح فا، على الايد اليمين والايد الشمال، الايد اليمين بتعزف مفتاح صول والايد الشمال بتعزف مفتاح فا. اي نعم، انا عارف بتوع البيانو بيتعبوا قوي. فالدو اللي عندي في النص ديت هي دو الوسطى، دي موجوده على الجيتار عندي على الوتر الخامس الفريت الثالثه، هلعبها بالصباع نمره 3. اسمع. طيب يبقى لما دي تبقى
دول وسطانية. طب الله اللي هي لو شلت صباعي من عليها تبقى الله، يبقى الله اللي هي قبل دول وسطى في البيانو، يبقى دي الوتر الفاضي. طب المي اللي قبلها ده الوتر المي الفاضي، دي اغلظ نوتة من نوت الجيتار على البيانو، هتبقى تقريبا حوالي اقل من اوكتاف تحت دول وسطى بتاعت البيانو. يعني انا نزلت في البيز مثلا 1 2 3 4 5 خمس نوت بس على سلم الدو ماجور، مي اللي هي الغليظه دي. طيب نطلع بقى فوق، يعني احنا قلنا دي دول وسطى يبقى دي لا. الري بقى اللي هو وتر الري، هي الري اللي بعد الدول وسطى على طول في البيانو. نيجي بعدها للسول، نيجي بعدها للسي، واعلى وتر المي، دي المي اعلى نوتة في الاوتار الفاضية. طب هو في اعلى من كده في الجيتار؟ اه لو انا مشيت من المي هطلع كمان للمي اللي هي على الفريت نمرة 12، يعني اوكتاف بعد المي دي. وبعدها كمان في بعض الجيتارات زي مثلا الجيتار دوت طلع لغاية الدو مثلا، وبعدها كمان الدو السي شارب كمان، يعني بعد المي ديت سي وسي شارب كمان، دي اعلى نوتة في الجيتار انا اقدر اعزفها على الجيتار اللي في ايدي دوت اللي هو فلامينكو او كلاسيك. يعني انا عندي النوت بتاعة الجيتار بتاعي، انا احطها دلوقتي بايدي الاتنين بلعب من اول المي ديت لغاية السي شارب دي، كل النوت لغاية النوتة ديت كل النوت بتاعت البيانو من اول المي ديت، وبطلع كل النوت ديت كلها لغاية السي شارب دي، كل المسافة دي على آلة الجيتار بتتعزف، كل المسافة دي يعني حوالي ادي اوكتاف اتنين تلاتة وقربنا على الرابع، تلاتة ومثلا 80% من الاوكتاف الرابع. قالك آلة غنية الجيتار، آلة غنية، اوعى تستهتر بالجيتار او تقول الجيتار البيانو مثلا اقوى منها هارمونيا، لا الجيتار الجيتار آلة هارمونية قوية جدا فيها حوالي شبه اربعة اوكتاف تقريبا من الاوكتافات، اوكتاف يعني 8 باللغة اللاتينية، الاوكتاف اللي هو مسافة بين الدو للدو 8 نوت، 8 يعني اوكتاف. فالاوكتافات هي عدد مثلا المسافات الكامله اللي ما بين دول دو مثلا على البيانو، يعني البيانو ده مثلا فيه 1 2 3 4 5 6 7. اتمنى كده نكون فهمنا العلاقه ما بين صوت الجيتار وصوت البيانو، ونعرف مكان سلم الجيتار على البيانو هنا والمدى بتاع الجيتار، واحنا بنستعمل مفتاح سول ليه في الجيتار، لان زي ما قلنا بعد دول وسطى بنستعمل المفتاح فا، وللناس اللي بتلعب بيانو هيلعب بايده الشمال على المفتاح فا وايده اليمين هتبقى بتعزف على مفتاح سول اللي هو بيؤديه الجيتار. الكلام ده هينفعك وانت بتوزع موسيقى، يعني لما تيجي توزع موسيقى مثلا وانت في باند هيبقى البيز جيتار هو ماسك النوت القريبه اللي هي بتعزف على البيز، النغمات البيز ديت كانها الايد الشمال بتاعت الراجل بتاع البيانو، هتبقى ماسكه الايد الشمال بتاعت البيانو، وانت بالجيتار بتاعك بتبقى ماسك الايد اليمين على البيانو بالجيتار اللي هو آلة سوبرانو. واشوفكم الحلقه الجايه.